وسهلا بكم، صباح العافية وصباح التعافي، صباح جميل لكل الناس اللي بتتابعنا عبر صباح الشروق. أهلا وسهلا بكم، نتمنى أنه صباحنا يكون صباح الرزق وصباح المحبة، صباح الأمنيات الجميلة وصباح الصحة والعافية اللي هي ما في أهم منها، نتمناها لكل المرضى، ربنا يواليكم بالعافية إن شاء الله ويديكم دايما الصحة والطاقة الإيجابية الصباحية عشان ما نقدر نتعايش بها في هذه الحياة. إذن مرحبا بكم في صباح الشروق والأجواء الصباحية الشتوية. نحن خلاص فصول الشتاء أو فصل الشتاء تحديدا دخل، فيبقى نحن عندنا حاجات كثيرة لازم نعملها، لازم نخلي بالنا من صحتنا، ولازم نشرب دافي، ولازم نلبس كويس، ولازم نشوف المناخ اللي بيكون حولنا عامل كيف، ونحن عشان ما يأثر علينا سلبا لازم نكون مستعدين له. وبرضو ده واحد من مواضيعنا اللي حتكون معانا اليوم، لكن خلينا نبدأ صباحنا وصباح الشروق بضربة البداية ولحن البداية، نسمع ونستمتع، تابعونا وابقوا معنا.